أصعب لاعب قلت إنه كانت المواجهات معاه في تاريخك كمدافع في النادي الأهلي أو في منتخب مصر؟ معانا على الهاتف واحد من أفضل النجوم على الإطلاق في تاريخ الكرة المصرية ونجم النادي الأهلي ونجم نادي الزمالك سابقا ومنتخب مصر، الكابتن جمال عبد الحميد. مساء الخير يا كابتن جمال. أهلا كابتن محمد، إزي حضرتك؟ أهلا بيك يا كابتن جمال، سعداء بمشاركتك معانا يا كابتن جمال. لا أنا اللي أسعد طبعا، يعني أنت هو بيقول اصعب واحد، انا بقول اصعب واحد، انا اللي بقول بقى اصعب واحد لعبت عليه في حياتي هو الكابتن محمود صالح. ليه كانت المواجهات مع النجم المدافع في هذا الوقت محمود صالح صعبه عليك في الوقت ده كابتن جمال؟ بص، انا جبت جوال كتير جدا في النادي الاهلي. كان ماسكني مره حماده صدقي، ماسكني مره متهيألي ماهر همام، ماسكني لا بس ماهر لا ماسكني محمد سعد، ماسكني ديا السيد. لما عمري ما جبت جول محمود صالح ماسكني، لاني كنت بخرج اشرب يخرج يشرب معايا، اقول له محمود انا خارج اشرب، يقول لي هشرب معاك. هل كان حفظك فنيا يا كابتن جمال؟ يعني كنت بتجيد التحرك في الملعب، عندك خبرات، بتخطف جون من ربع فرصه، بتجيد العاب الهوا وهيدر ممتاز طبعا. ايه اللي خلى الكابتن محمود صالح يقدر يتفوق عليك في مجمل اللقاءات دي؟ هل حافظ طريقه ادائك ولا بيتعامل معاك بتركيز اكتر من المعتاد في مبارياتكم؟ الاثنين، والثالثه سمع كلام المدرب ان هو بيقول له خليك مع جمال عبد الحميد طول المباراه. هو طبعا لعيب كويس جدا فبيتعامل بمخه، حافظني. ثاني حاجه تحركاتي كان هو حافظها قوي، هو كان دايما ملتزم معايا ودايما لامسني، يعني ما بيسيبنيش مثلا ايه يردتين، دايما متلامس معايا بايديه بكتفه، عشان كده كنت انا بزهق منه، بزهق لدرجة ان انا كنت نفسه يبطل عشان اجيب جوال. وبعدين محمود من الناس اللي انا بحبها لانه جه معانا منتخب مصر، وحتى الدراسات اللي عملناها دولية عملناها انا وهو مع بعض، سافرنا اوروبا مع بعض. فمحمود ده انا بحبه جدا لانه راجل من احسن المساكين، يعني انا بعتبر ماهر همام ومحمود صالح من احسن المساكين جم مصر معاهم وائل جمعه. كان الماتشات فيها اذى ولا لا؟ الالتحامات كانت مقبوله ولا كانت عنيفه اكتر من اللازم؟ لا صراحه كانت عنيفه بصراحه، ما كانتش عنيفه، هو كان بيحافظ عليا بس كان بيقطع مني كل الكرات. طب ده مطلوب، ده مطلوب طبعا. انا والله بص، انا اول حاجه لما كنت اقرا، انت عارف التشكيل كان بينزل يوم الاربعاء واحنا بنلعب الجمعه، فدايما الجرايد كانت بتجتهد وبتنزل التشكيل. اول ما اقرا مع محمود صالح اقول لهم بس ما تاخدوش مني حاجه الماتش، مش هجيب اجوان النهارده. عموما من دقايق كابتن جمال، كابتن محمود كان بيضرب بيك المثل في الاراده الحديديه والعزيمه، وقال اتمنى اللاعبين اللي بتولى تدريبهم يبقى عندهم اراده النجم جمال عبد الحميد اللي رجع بعد اصابه كان ممكن تنهي مشواره كلاعب. وبقى كابتن كاس، اشكرك يا كابتن محمود. اتفضل يا كابتن. وصل كان كابتن مصر في كاس العالم وتالق بعدها، اشاد بمشوارك كمان بعد العوده من الاصابه. كابتن طول عمره ذوق، طول عمره لعيب محترم، طول عمره من الناس اللي احنا بنحبهم على اساس ان محمود يعني ملتزم في حياته، ملتزم في الملعب، عمره ما غلط في حد، عمرنا ما شفناه عمل مشكله في النادي الاهلي. العب اقعد، يعني اللي قدامك ده محمد حاجه جميله يعني. بشكرك جدا يا كابتن جمال على مشاركتك معانا، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي ونادي الزمالك سابقا الكابتن جمال عبد الحميد، ونجم طبعا منتخب مصر الأول لكرة القدم، وكابتن منتخب مصر في نهائيات كأس العالم عام 90. شكرا جزيلا لمشاركتك معانا.